القذائف الصاروخية الإسرائيلية ما تزال تتساقط على مدن قطاع غزة بلا هوادة. هذا ما ردده المتظاهرون. وشهدت لندن على امتداد الأجهزة القليلة الماضية مظاهرات واعتصامات متكررة. لم يمنع البرد القارس آلاف المتظاهرين من التجمع في ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك لتأكيد. هكذا وصف المتظاهرون الأكراد. لم يسأم النرويجيون التظاهرات تضامنا مع غزة. منظمات وأحزاب سياسية برازيلية أكدت أنها ستضغط على الحكومة البرازيلية. المتظاهرون انتقدوا من جهة أخرى موقف الحكومة الألمانية مما يحدث في غزة ووصفوه بالسلبي. فهناك من يتظاهر لدعم غزة وهناك من يتظاهر بدعم غزة.